الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. وبعد، ما زلنا مع ولي من أولياء الله العارفين بالله يكتب كتابا طريفا يجمع فيه بين آراء الأشاعرة والماتريدية فيما اشتهر أنهما اختلفا حولها. جميل. وجمع الشيخ رحمه الله تعالى، الذي تعرفنا على جانب من سيرته في المرة الماضية، جمع 20 مسألة. كم مسألة؟ وكعادتي معكم أريد أن أقسم هذه المسائل إلى أوراق، فاكتب الورقة الأولى مسائل حول الإيمان. هذه الورقة التي بين أيديكم اسمها ماذا؟ 5 مسائل في حول الإيمان. كم مسألة؟ 5. بقي كم على 20؟ 15. فرع منها كم فرعا؟ 5 مسائل. مفرع منها كم فرعا؟ 5 مسائل، 5 أفرع. اكتب الفرع الأول مسألة الإيمان والإسلام. مسألة، يا جماعة أسمعوني لأعرف أنكم موجودون هنا، مسألة الإيمان والإسلام. الفرع الثاني قضية الإيمان يزيد وينقص. الفرع الثالث، ولكن ما هو الفرع الأول؟ الإيمان والإسلام. هل الإيمان هو الإسلام؟ هل الإسلام هو الإيمان؟ خلاف، خلاف عنده بين الأشاعرة والشيخ يسعى مسعى التوفيق أم توسيع الخلاف؟ والشيخ جميل جدا، وأنت إذا حفظت هذه الخريطة التي سأكتبها بين يديك تصير وأنت تقرأ أي كتاب في الماتريدية، في الأشاعرة، أي كتاب من كتب علم الكلام، المطولات، المختصرات، فتمر عليك القضية ويقول فيها خلاف بين الأشاعرة والماتريدية، فأنت تضحك من طرف خفي، فتعرف أن الخلاف فيها خلاف ليس خلافا يذكر يعني ولا شيء. وأنت تجد هذا شيخ محمد كثير جدا إذا ما قرأت شرح اللقاني على الجوهرة. يا الله، شرح اللقاني المسمى بهداية المريد إلى جوهرة التوحيد، هذا كتاب مليء بذكر الخلافات بين الأشاعرة فإن درست كتابا كهذا أنت تعرف هذا الخلاف ما أوله وما آخره. فهمتم؟ المسألة الأولى مسألة، المسألة الثانية قضية الإيمان يزيد وينقص، المسألة الثالثة هل الأعمال من الإيمان؟ هل الأعمال من الإيمان؟ وسأشرح لكم رأس كل مسألة عندما نأتي إلى قراءة كلام الشيخ الشاوي حوله. هل الأعمال من الإيمان؟ أم الإيمان شيء يتصل بالقلب فقط؟ أم الإيمان شيء يتصل بالقلب فقط؟ هل الأعمال من الإيمان؟ هل رأيتم المسألة الأولى متعلقة بالإيمان، والثانية بالإيمان، والثالثة بالإيمان؟ واضح؟ لذلك أنا جمعت هذه المسائل 5 الأول كلها تحت عنوان واحد، وهو مسائل تتعلق بالإيمان. فالأولى، والثانية زيد وينقص، والثالثة هل الأعمال من الإيمان، الرابعة قضية الاستثناء في الإيمان، وهي قضية في غاية الطرافة، والخلاف بين الأشاعرة والماتريدية فيها في غاية الحلاوة والجمال. هل الاستثناء في، هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ اكتب هكذا، هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ ما معنى هذا الكلام؟ كتبت، اكتبه أولا ثم أقول لكم ما معنى. اكتب يا شيخ المالكية نجري، هل الاستثناء هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ كتبتم؟ هل أنت مؤمن؟ الحمد لله، قل أنا مؤمن. جيد هذا؟ لكن أنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله. ها؟ هل يجوز أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ فهل لا يجوز؟ يعني أنت مؤمن إن شئت أنت، إن شاء الله. هل يجوز أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا لا يجوز؟ يجوز؟ يعني تشك في إيمانك؟
ما هو كونه أنا مؤمن إن شاء الله يعني أنا أشك في إيماني، صحيح؟ طيب إذا قلت لا يجوز، لا يجوز الاستثناء في الإيمان، هذا يعني أنك تنسب المشيئة لنفسك، أنا مؤمن إن شئت أنا. صوت البقرة الحلوب دليل ماذا؟ دليل الفهم. صوت البقرة الحلوب دليل ماذا؟ دليل الفهم. هذه القضية وقع الخلاف فيها بين من ومن؟ شعر ما ترد. فمن يقول يجوز الاستثناء منهم ومن الذي لا يقول لا يجوز الاستثناء منهم؟ ها لا تتسرعوا، لا تقول انا ما تريدي يا زلمه، لا لا لسه ما تريد، ما تريديا بالاسم فقط، انما هل تدرس المذهب دراسه؟ هذه المساله رقم كم يا مولانا؟ أربعة. وكلها متعلقه الى الان بماذا؟ بالايمان. هذه قراءه متفحصه للجزء تخرج منه مستوعب ما فيه ببساطه. تفهم لا تفهم؟ لانك ما تريدي. والكارثه الاكبر انك شافعي. لا الحمد لله من الاحناف، صحيح؟ ليس شافعيا؟ الحمد لله. يا سادة يا كرام، المسألة الخامسة. عرفتم المسألة الرابعة؟ هي ماذا؟ الاستثناء في هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ ها يعني ماذا معناها هذه المسألة؟ هل تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ تقول ولا لا تقول؟ تقول؟ إذا تشك في إيمانك. تقول أو لا تقول؟ لا تقول، إذا أنت تنسب المشيئة لنفسك. هذه مأزق شديد الضيق، كيف نخرج منه؟ هذا ما سيعلمنا إياه هذا الولي الصالح مولانا الشيخ يحيى الشاوي رحمه الله تعالى ورضي عنه. المسألة الأخيرة، ليست الأخيرة في الكتاب وإنما الأخيرة في هذه الورقة، الأخيرة في هذه الورقة، اسمها ماذا؟ إيمان المقلد. إيمان المقلد. وقد مر علينا ولله الحمد قضية إيمان الإيه؟ المقلد. ولكن هل إيمان المقلد ينجيه؟ خلاف بين من ومن؟ الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة يقولون ينجيه، لا الماتريدية يقولون ينجيه. ها أيوة، القول في هذا قول من؟ سأجعل كما قلت لكم قبل الدرس. فهذه خمس مسائل حول الإيمان، واضح؟ ثم يبدأ بعد ذلك في نوع جديد من المسائل، وأنا سأذكر لكم النوع الجديد، لكن الآن هذه خمس مسائل حول قضية ماذا؟ احفظ معي حبيبي الكريم، النوع الأول الإيمان والإسلام، النوع الثاني الإيمان يزيد وينقص، الثالثة هل العمل من الإيمان، الرابعة هل يجوز الاستثناء في الإيمان، الخامسة. فنبدأ إذن في قراءة المسألة رقم كم؟ واحد، لنرى هل الإسلام هو الإيمان، هل الإيمان هو الإسلام؟ شوف الشيخ الشاوي يقول لك في رأس المسألة، فأول الإحدى والعشرين في الإيمان والإسلام، قال لأهل السنة خلاف بين الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، هل هما شيء واحد أو مختلفان؟ وحجج الفريقين مسطرة، واللائق بنا ذكر طريق نحن في مسافة، في طريق نحن في مسافة، هو طريق ماذا يا شباب؟ التوفيق. أريدك أن تضع دائرة حول كلمة طريق التوفيق، وهذا الذي جعلني أرى كتاب الشيخ الشاوي أولى كتاب في هذه القضية، لأنه يسعى يسير مسار ماذا؟ توسيع الخلاف أم التوفيق؟ التوفيق. يقول فأقول، اقرأوا معي، فيقول فيش إيه؟ فأقول بافتراقهما من حيث إن محل الإسلام الظاهر ومحل الإيمان الباطن، هذا هو الفارق. فالأشاعرة يقولون الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، والماتريدية يقولون لا لا لا، بل الإسلام شيء والإيمان شيء. قالت الأعراب، اقرأ معي، تعرفون الآية، قالت الأعراب ولكن قولوا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا هو مسار الخلاف، هل الإسلام هو الإيمان؟ كلاهما شيء واحد، قاله الأشاعرة. الإسلام غير الإيمان، قاله الماتريدية. ماذا نفعل؟ الشيخ يوسع الهوة ويجعل الناس يختلفون، هل الإسلام هو الإيمان أم يسعى يسير مسار التوفيق؟ فقال يا أخي الكريم، ما كان ظاهرا في البدن
على البدن من صلاة وذكر واستسلام يسمى الإسلام، وما كان مستقرا في القلب من التصديق والحلاوة يسمى الإيمان. واضح؟ هذا كلام من؟ الشيخ الشاوي. اقرأ العبارة مرة أخرى. قال: فأقول القول بافتراقهما من حيث، يعني هما يفترقان من حيثية، يفترقان يعني الإسلام غير الإيمان من حيثية، لكن ليس على طول الخط، ليس. فمن فرق بينهما إنما فرق بينهما من هذه الحيثية فقط، ومن جمع بينهما جمع بينهما من حيثية أخرى، فكلاهما شيء واحد من حيث، وكلاهما يختلف بعضه عن البعض من حيثية أخرى. فمن قال بافتراقهما إذن من هذه الحيثية، ومن قال باتفاقهما إذن من هذه الحيثية، فهل يوجد خلاف؟ لا يوجد خلاف. وتعد مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة. هل اختلف فيها أهل السنة؟ إنما نجمع بين القولين من حيث، من إيش؟ الشيخ يقول لك اقرأ معي وانظر في النسخة التي معك وانتبه. القول بافتراقهما من حيث، أهو حيثية، من حيث إن محل الإسلام والإيمان محله، والقول باتفاقهما يعني من حيثية جديدة، والقول باتفاقهما أن الظاهرة وإن أطلق على الإسلام من حيث أن تشهد أن لا إله إلا الله فقد أطلق عليه اسم الإيمان، حتى الظاهر هذا أطلق عليه اسم الإيمان في قول الله تعالى: ها، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، كما قاله الإمام البخاري وغيره. يعني بقولك إن الإسلام هو الظاهر، فالصلاة ظاهر أم في الباطن؟ طيب الصلاة أطلق عليها إيمان في القرآن، وما كان الله ليضيع، عبر القرآن عن الصلاة بالإيمان. وتعرفون القصة، قصة أن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، فلما تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الله تعالى حول له القبلة إلى الكعبة، ولكنه صلى في المدينة تجاه القدس 6 أشهر أو 7 أشهر، فمات أناس كانوا يصلون تجاه القدس، ماتوا قبل أن تحول إلى الكعبة. فلما حولت إلى الكعبة جاء الصحابة إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، فإخواننا الذين صلوا إلى الأقصى وماتوا، فنزلت الآية: وما كان الله ليضيع، يعني صلاتكم. أنا الآن عندي ظاهر وعندي، فالظاهر هو الإسلام والباطن طيب هو الإيمان. طيب الظاهر مثل ماذا؟ الشهادتين والصلاة. فأنتم يا مشايخ تقولون عن الظاهر إسلام، طب انتظروا انتظروا، هذا الظاهر أطلق عليه إيمان أيضا، أطلق عليه ماذا؟ إيمان أيضا. وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال الشيخ الشاوي، هذا كلام الشيخ رضي الله عنه رحمه الله، وهما متفقان، يعني الأشاعرة والماتريدية الاثنين متفقان على أن الظاهر إسلام وإيمان. فإن الخلاف أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، الظاهر يعني الشهادتين والصلاة إسلام وكلاهم يقول هذا، كلاهما يقول هذا، فإن الخلاف. اسمع، قال كلا الإسلام وإيمان لما ذكرنا، وعلى أن الباطن كذلك. الأشاعرة والماتريدية ما في الباطن اسمه إسلام، وما في الباطن اسمه أيضا إيمان، فأين الخلاف؟ هو يسير مسار ماذا الشيخ؟ توفير. انتبه، يفعل هذا في كل المسائل، لتروا أن الأشاعرة والماتريدية، ها، أنا لو أني أملك من الأمر شيئا لأطلقت عليهما فرقة واحدة، فرقة واحدة. لا، وهذا يكشف لك السر. من أول أن تدخل الأزهر، كنا ندخل الأزهر ونحن صغار جدا 7 سنوات، ونظل ندرس إلى 30 عاما في الأزهر الشريف. ما إذا تكلم أي أستاذ في الأزهر يقول: أهل السنة الأشاعرة والماتريدي، أهل السنة الماتريدية والأشاعرة، أهل السنة الأشاعرة والماتريدي، صحيح؟ لأن الأساس أنهما فرقة واحدة، كلاهما يعبر عن معتقد أهل السنة بشكل أو بآخر، بشكل أو. فهل هنا خلاف يا جماعة بين هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم مختلفان؟ أصبحت المسألة خلافية ولا أصبحت فيها توافق؟ اسمع يا سيدي، قال: أما كونه إيمانا فللتصديق لحديث أن تؤمن
بالله والتصديق بالقلب إسلام لوجود التسليم فيه، فانحصر الدين في الإيمان والإسلام بقرينة تعريف الجزئين ولا يحصر فيه دون إيمان قلبي. قال: وصدق على ما في الظاهر والباطن أنه إسلام وإيمان، فمن اقتصر على أحدهما فاقتصاره على الإطلاق الظاهر دون نفي إطلاقه على سواه، فتأمله فإنه يدق يعني دقيق في الفهم، فتأمله فإنه يدق. قال: فوجدته عند الماتريدية، لا أريد أن أسمع هذه العبارة، فوجدته عند الماتريدية كما هو قوله، وافتراقه غير مختلفة. يعني يا أيها الماتريدية، قالوا: نعم نحن الماتريدية نجلس هنا. قولوا لي أيها الماتريدية ماذا تقصدون بالإسلام؟ قالوا: نقصد استسلام الجوارح لله. قولوا لنا أيها الأشاعرة ماذا تقصدون بالإيمان؟ قالوا: نقصد التصديق القلبي. فهل الجهة منفكة أم الجهة واحدة؟ منفكة. الأشاعرة يتكلمون عما في القلب، والماتريدية يتكلمون عما على الجوارح، فهل يوجد خلاف؟ فخرجت المسألة الأولى عن دائرة الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية. لا يكون اختلاف. الذي يقولونه في القلب هو الإيمان عند الأشاعرة، والماتريدية يقولون الإسلام يعني استسلام الجوارح والعمل. جميل. فإذا جئت للأشعري للماتريدي قلت له: فما هو الإيمان؟ يقول لك: الذي في القلب. فإذا قلت للأشعري: فما هو الإسلام؟ يقول لك: استسلام الجوارح. فعاد القول إلى قول واحد مرة أخرى. أنا سأضرب لك مثالا، هذا أشعري وهذا ماتريدي. جميل. فأنا سألت الأشعري: أيها الأشعري عرف لي الإيمان. قال: التصديق القلبي. جيد. فقلت للماتريدي: عرف لي الإسلام. فقال: الإسلام هو انقياد الجوارح واستسلامها لله. واضح؟ فظن يعني استسلام الجوارح هذا أيضا يعني الجوارح قلب أيضا. لا لا لا، العمل يعني انقياد، يعني على أرض الواقع. فإن الإيمان ما سكن في القلب، الإيمان سكن في القلب لكن يدل عليه هذا العمل، فجسم مستسلم لربه يفعل ما أمر ربه أن يفعل. فقال لي: الإسلام كذا وكذا. هذا يقصد ما في القلب أم يقصد ما في الجوارح؟ وهذا يقصد ما في الجوارح أم ما في القلب؟ فنعكس السؤال: يا مولانا قل لنا ما الإسلام؟ قال: انقياد الجوارح. قل لنا ما الإيمان؟ قال: التصديق القلبي. هذا ما تريد، قال نفس القول. ثم رجعنا إلى الأشعري قلنا له: قل ما الإسلام؟ قال: انقياد الجوارح. هل وجد خلاف؟ فالإسلام، وأنتم تحفظون الكلمة الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق كذلك عند الأشاعرة والماتريدية. واضح؟ هل الآن عندنا خلاف بين الأشاعرة والماتريدية في تعريف الإسلام والإيمان بعد كلام الشيخ الشاوي؟ هل يوجد خلاف؟ إنما الخلاف خلاف لفظي. المسألة الثانية قلنا عنوانها ماذا يا شيخ محمد شيخ حميد؟ هل الإيمان يزيد وينقص؟ هل الإيمان يزيد وينقص؟ وهذا قول أهل السنة، أن الإيمان يزيد بماذا وينقص بماذا؟ وينقص. سائلك سؤال يا شيخ، ما اسمك يا شيخ؟ فأجب يا مجيب بعد أن تصلي على النبي الحبيب، هل أنت مؤمن؟ بمعنى هل أنت مصدق بوجود الله ورسوله واليوم الآخر؟ نعم. فهل تصديقك هذا يزيد وينقص؟ يعني اليوم تصدق بنسبة 100%، غدا تصدق بنسبة 100 إلا درجة، بعد غد تصدق بنسبة 150%، هل هذا يزيد وينقص؟ هل هذا يزيد وينقص؟ لا. طيب قل لي، وأنت في الدرس أو أنت تصلي في الحرم تستشعر طعم الإيمان في قلبك أحلى، أم وأنت تجلس على المقهى تدخن الشيشة والسجائر؟ أجب. إذن يزيد. الله، يزيد ولا لا يزيد؟ كيف؟ قلت له أنت مصدق، قال تصديقه هذا يزيد وينقص. ك
كيف يزيد؟ يا شيخ أنت تصدق أن الله موجود وأنه يتصف بصفات الكمال وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه أرسل رسلا وأنه أنزل كتبا وأن هناك بعث وقيامة؟ أنت مؤمن، فهذا التصديق ينقص غدا؟ هذا التصديق فقط، هذه الدائرة فقط لا يزيد ولا ينقص، فأنت ما تريدي وهو هذا ما تريدي أيضا. فقلت له تستشعر ماذا وأنت تصلي في الحرم؟ يقول أستشعر زيادة الإيمان. الله، أنت تقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص ثم تقول لي وأنا في الحرم أشعر زيادة الإيمان؟ هذا قوة الإيمان أو حلاوة الإيمان؟ هذا يا مشايخ مسار المسألة. فمن قال منهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو يقصد التصديق، فيقصد ماذا؟ ومن قال منهم إن الإيمان يزيد وينقص فهو يقصد حلاوة الإيمان. بس هذا هو مسار المسألة. هل هناك خلاف؟ أيها ما تريدية، هل الإيمان يزيد وينقص؟ فقالوا لا، يقصدون ماذا؟ التصديق. يا أيها الأشاعرة، هل الإيمان يزيد وينقص؟ فقالوا يقصدون ماذا؟ حلاوة الإيمان. فلو سألت ما تريدي هل الإيمان، هل حلاوة الإيمان تزيد وتنقص، ماذا سيقول؟ يقول نعم. فإن سألت الأشعري هل التصديق يزيد وينقص، يقول لك لا. إذن أين الخلاف؟ لا يوجد خلاف. وهذا ما ذكره الشيخ الشاوي رحمه الله تعالى إذ قال الثانية. أنتم معكم النسخ صحيح؟ فانظر بعد هذا الفهم. يقول الثانية ها زيادة الإيمان ونقصانه عند ونفي ذلك كما هو عند. وبعضهم يقول بقول الأشعرية وهو مذهب الإمام البخاري. البخاري يقول رويت عن 200 من العلماء كلهم صاحب سنة يقول الإيمان يزيد وينقص. هذا كلام البخاري. الإيمان إيه ماذا؟ يزيد وينقص. فهمتم هذه القضية؟ هل هناك خلاف فيها بين الأشاعرة والماتريدية؟ لا يوجد خلاف. وسأقرأ لكم نص الإمام الشاوي في المرة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.